أعضاء الحملة التفسيرية نجم نشوفوا فيكم شكون عنده قائمات مستقلة تترشح لل. لا احنا مستحيل احنا من. معني مستحيل. مش بالبرلمان. بالقانون هذا موجود توا مستحيل لا نعملوا حزب لا نعملوا قائمات لا نترشحوا. احنا مقاطعينها أصلا. كيفاش تكونوا الدعم؟ قاطعين الانتخابات؟ قال الانتخابات التشريعية القديمة نتاع 2000. تحكي على اللي فات. إي مقاطعينها. والانتخابات الجاية. الانتخابات الجاية حتى نشوفوا الساعة شنو القانون الانتخابي اللي باش يتم صياغته وحتى نشوفوا شنو باش يصير معناتها نشوفوا النظام السياسي اللي باش يتم. ما فماش نية انكم تكونوا توليوا حزب رسميا او حركة او حتى تكون عندكم قائمات مستقلة تدخلوا بها الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر. لا بالنسبة لنا احنا ما عندناش نية باش ندخلوا بالكل معناتها في كان عندنا رانا عملناه الحزب عندنا برشا. كيفاش تدعموا رئيس الجمهورية؟ كيفاش يكون رئيس جمهورية من غير ما تكون عنده كتلة في البرلمان؟ وهذا معمول به في العالم كل. هو ما يهمنيش اللي صاير في العالم راه. اللي صاير في العالم الكل هو أن الطبقة السياسية اللي تحت الحكم ديما تخدم مصالح الناس المتنفذة في البلاد والناس اللي عندها برشا فلوس في البلاد. وهذاك اللي خلى الثروات ديما تمشي الفئة صغيرة ياسر. على خاطر في الاخر الطبقه السياسيه بالتشريع والقوانين والاقتصاد واكسترا ديما يخدموا مصالح الناس اللي مولدت لهم حملاتهم الانتخابيه واللي تمول لهم في حزابهم. وهذاك علاش كنت في امريكا في فرنسا في اي بلاصه في العالم تلقى 10% ولا 5% من الناس عندهم 90% من الثروه الوطنيه. بطبيعه تبدا بلاد غنيه ال 10% الاخرين اللي يقعدوا يكفيوا هكا باش الشعب يعيش بكرامه نجم تقول.